الخامس، قصيدة من قصائد فن الملحون الرائقة جداً واللي تتعبر على عمق حضارة المغرب، قصيدة الزردة. قصيدة الزردة يعني تيمكن لنا من خلالها نتعرفوا على عمق الثقافة المغربية بشتى تشكيلاتها الفسيفسائية، بعمقها الأمازيغي، بعمقها العبري، بعمقها العربي الإسلامي، وبعمقها الصحراوي والإفريقي الزنجي. مجموعة كبيرة من الأصناف من الأكل الراحل سيدي بن علي المسفيوي ضمنها في هاته القصيدة، سنستمتع بها بصوت أحد منشدي فن الملحون بمدينة مراكش المسمى بالعصيكري، هو سيدي أحمد العطاوي. فرجة ممتعة، لأنه سيدي أحمد العطاوي من الناس اللي تيشخص الصورة الشعرية ويتفاعل مع الجمهور، وما عمرو جلس وهو تيغني. في جميع سهراته كان دائما واقفا ومنصهرا مع الجمهور ومع الحضور. سيدي أحمد العطاوي وقصيدة الزردة. يرضى وسير وعمو يرضى
الغرام أضيف كاجر يشبعني ويستعمل مشوار زيد بيا الدار ابن حسن كرمني ولا تكتر هضرة يا جار يشبعني ويستعمل مشوار زيد بيا الدار ابن حسن كرمني ولا تكتر هضرة كان كنتي جيد وكريم لا تدير معايا صرف البخال ارفع بيا يجزيك خير ربي لاني سامع الخبر عليك الوليف كرمني في حق الجورة ودير ما قال الله وصاك عن الطيف تكرمو الجار بالربي بلا اللي بخيل ربي دمو عايش بالمكر والجهالة لا بو يكرم ولا عمو البخل في حق سلالة اللي كريم ربي كرمو كتبوا فلان الفضلاء ناس الحسان تعرفوا صفي ملوع بالزرادي دايم في كل يوم نحب الزردة لو تكون في بغداد قريبا نقول وكتير إذا كانت عند واحد مثلك وافي كريم جيل صبار قادر في دبل عار في متاع ويصبر ولا رضا بالقهرة زيد بيا الدار سيح وانت يكبطار يجزيك القهار لا تخاف ولا تدهش ما تمسك عطرة قول بيك إلن ومرحبا وعز في كل نهار تفضل بلا تقصار فرش القبة وعمل في وسطها صفرة ولدي ليك نقول تحضروا غير افتخار من نعايم تذكار باش نذكر ونصول بجود كعب الحضرة إذا شعري شفعني ويستعمل مشوار زيد لي الدار إحسان كرمجي ولا تكتر حضرة بيديك تمسو وياك بيديك تمسو هاتلي في الأول سكسو وياك بيديك تمسو يكون في شي تفصيل كبير بالزبادي راوي عمل علي غنمي بخضاري رايقا نفيسا دير دفايا من الزبيب ولوزو بصلا وكداك السفا فراخ من الحمام مرضومة وسخونة مع الشعرية للغاها عشيق الروز يطيب مليح بالحليب الصافي أرى من الفدا والشربة تكون راوية وسخونة لدخلت الوسط القبة
أرط واجنك وصحونا ليا تقول كل مرحبا أطلب صاد المحصونا اللي وصفو وسطها ينبع كداك بالسمن مدهونا محنشة نحب برغبة تكون رايقة متقونة صحون جيب لي من بغري الكداك سير الشفا جلوافي جيب 10 كيلو تكون بالسمن والعسل مخرقة وشباكية وحدة نديرها الدنيا في كل جيه والمقروط الباهي رز القادي كعوزان والكعاك ومية من الغريبات الفطار والمرقب البزار جيب 500 صافي أجب النظرة هات لي كباب المخضور تفلي غطار في بيض بطعمار كداك جيب المشوي بقامته مع طبرة من الكفتة والجدلية 100 سيق على النار كتنشط الفكار اللي خليع المقيوم يا لبيب بالزيتون والليمون دير واحد مروزية مع البطاطا والفتول وبيا والملوخية كذلك الكرن أبو الدجال طماطم القرعة والقيم شفرج المقلي مع الصنارية كذلك الشوا يعجبني منه خروف جيبو عمر خروف بعد منه يعني طف الفران محمر 50 راس بيها نبني الهرق ما عليها نفطر كداك جيب لي المعسل نبغي تكون عايق فايق وسط النهار نعطيك خبار جيب كسعات كبار بالشيشة كرداس يكون فيها كتراب داز سخون نحبو يكون فيه من ويصار كل ما حدود المطار عالبي صار موجود ما نتيق الصبرة هاد لي فول مدمس من هواه يجي الفكار ومن الحمص قنطار طيبو الباقي تكبيدون الشهرة عمر لي 10 بالسمن 10 حمرهم
زيد عشرة بهنوس وفلفله طيب عشرة مزعفرين ومرق الخرين هات ليا بيبي والوز بعد منه فراخ من الحمام خمسين جويجه بالتمام كاميو من الزرزور كنحب يوجد الفطور لا تكون مغشم غزال طايبه مقيومه الى تجيبها توقفتم نصيك لا تكتر لومه ميا من القنيه تقدم تكون بالشحم منعومه ميا من القناف تسلم فيها جوارحي مغرومه كداك الحجل بينتم درنب صورته معلومه تما تجيب عشرين من الشابل فالطواجن طابت اخرين كيفها مقليه كم ضرب غلقات الشكار تتحضر لي جار تركني وحدي وصغار كوار بالجهره هات لي شرهو والبوري فرخ من سبع شبار بمرينات الكوار سارقه انا مخيومه جيب معها عشره والقور والنون فاكلو صلاح الزيار يستنزل بحرار كان بيا برد الطعم قراري طبرة هات لي سردي ينقلا ويتشوى بصاب النار يستعمل دخان كون محزوم مني ليك حق الصخرة انت جاي سمعني وليس شلايد مولاتي الاشكال تلدل ذاتي طراقت بخلور محمد الطيفة ترس فراق بالعنب من مندلاح هاتفتي كبير وما يمدلو من فقوس وللقرص مش ما شمعت تفاح من العرصة جامي اللي مكان يحضر في الحين ميان حبا قدامي كرموس نصارى والتين رمان بيلط طعامي برقوق ميلي عنوين في كل يوم قنطار يجي معلوم طبر قنطارين عل الوان والقرقاع معلوز الزبيب البيض معلموز جيب بوزاق من بلاد الهنود وبلوط وقسطان والشراب طيب الحلال جيب قوالب من السكر كل شيء بيزر داخل انتهى استغفر الله من عطر لساني نطلب رب لورا يبسط عنا الدوام رحمته هيك الغاية حفاظي خذها قصيدة برز حلول رايقة ونفيسة سبع الشعيد دام أنا مقل دائم ما يقوى الحرب ساحل البحار بالحسام البحطار كان طاح في جيد كتاح على صفرا كان يجحدني يعرفني بقعين وزنجار ينسقي المرار لو تكلم ديو يمساس بني عضرا لو يصرصر بازي تحمل كل مكافي غار السلام الحبار والفضل علما وعنا ولا تصهرا من ابن علي مسفيوي راج من الفن عبار صار نعم المختار سيدنا محمد الحبيب تاج العشرة الصلاة والسلام عليه دايما كل نهار من الحين نهار خدمة خلق الله يا دام المرار انت جاري شمالي وليس تعمل بشوار
Check them.